بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال: باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر. قال: باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر. قال: عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. وفي رواية: فمن أراد أن يزور القبور فليزر، فإنها تذكرنا الآخرة. باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر. لما ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في الباب الذي سبقه، قال: باب ذكر الموت وقصر الأمل، أتى هنا بهذا الباب لتعلقه أيضا بذكر الموت. قال: باب استحباب زيارة القبور، وذلك لأن زيارة القبور تذكر بالموت، والتذكير بالموت يذكر بالآخرة، وفيه خير للإنسان، ولذا أتى بهذا الباب. قال: باب استحباب زيارة القبور للرجال. وهذا من النووي رحمه الله تعالى قطع وبت بالمسألة، قطع وبت بحكم المسألة، وإلا فهناك خلاف بين العلماء في زيارة النساء، فمن العلماء من يرى عدم جواز زيارة النساء، وهذا ظاهر من تبويب النووي، ومن العلماء من يرى جواز الزيارة، ومنهم من يرى جواز الزيارة بشرط عدم الإكثار، وهذا أقرب الأقوال، والله أعلم، أنه يجوز للنساء زيارة القبور مع عدم الإكثار. ويدل على ذلك أول حديث في الباب: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. وقد خاطب هو صلى الله عليه وسلم المسلمين، إذن فالحكم يعم الرجال والنساء. قال: فزوروها. فدل ذلك على جواز زيارة القبور للنساء، لكن بشرط عدم الإكثار، ثم كذلك عدم خشية الفتنة، فإنها لابد أن يكون بصحبتها محرم، وألا تكون في خروجها كذلك للقبور زينة وفتنة ونحو ذلك. ومما يدل على ذلك أيضا حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، ما أقول إن أنا زرت القبور؟ قال: قولي: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن بكم لاحقون إن شاء الله، نسأل الله لنا ولكم العافية. فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول. فلو كانت الزيارة للنساء محرمة لنهاها النبي صلى الله عليه وسلم ولقال: ليس ذلك لك. ولذا فأظهر الأقوال الجواز بهذه الشروط التي سبقت: عدم الإكثار من الزيارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. والحديث مختلف على صحته، وعلى الصحة فيحمل على المكاثرة، يحمل على المكاثرة، فإن قوله زوارات فيه إشعار بكثرة الفعل. نعم. وزيارة القبور أمر مستحب للمسلم،
لأنها تذكر الآخرة وتذكر أن الإنسان سيترك هذه الدنيا ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك فإن زيارة القبور أمر من الأمور المستحبة للمسلم، وقد رغبنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهذا أعظم ما يدل على فضل ذلك، أي فضل زيارة القبور. قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هذا كان في أول الأمر، وكان النهي خشية الغلو في أصحاب القبور كما كان يفعل أو كما كانت تفعل الأمم السابقة. فلما أمن الأمر قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فزوروها. وهي هنا فائدة يعني في باب الأصول، فهذا الحديث فيه ناسخ ومنسوخ، فيه ناسخ ومنسوخ، فإنه قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فجاء الناسخ في نفس النص، في نفس النص. وفي رواية: فمن أراد أن يزور القبور فليزر، فإنها تذكرنا الآخرة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. رواه مسلم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع، يخرج من آخر الليل إلى البقيع. كان صلوات الله وسلامه عليه في كل ليلة يبيت عند عائشة كما تحكي، يخرج من آخر الليل إلى البقيع، ولعل ذلك لقرب بيت عائشة كذلك من البقيع، اللي يعني ربنا يرزقنا وإياكم الزيارة. تلاحظ أنت قبر النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بيت عائشة قريب جدا من البقيع، يعني أنت وأنت واقف المنطقة اللي فيها القبر اللي هي القبة الخضراء هذه بينها وبين البقيع ما يكملش 50 متر تقريبا أو نحو ذلك يعني. فكانت مقابر البقيع قريبة من بيت عائشة. قالت رضي الله عنها: يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وهذا دعاء للأموات، وهذا دعاء للأموات، وليس فيه دليل صريح على أن الأموات يسمعون، على أن الأموات يسمعون، لكن قد يقال أنه ربما يكون فيه إشارة إلى سماع الأموات، لكنها ليست بالقوية. لماذا؟ لأن هذا دعاء، تسليم هذا دعاء، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون. أتاكم ما توعدون يعني قد جئتم إلى ما كنتم توعدون، وهو الموت الذي كان مؤجلا وهو أجلكم، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، كذلك نحن سنلحق بكم، لأن لنا أجل مؤجل مثل ما كان لكم وسنلحق بكم. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. فيدعو صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. وهنا كذلك تنبيه على أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مصروف للمؤمنين منهم، مصروف للمؤمنين منهم، أما المنافقين فلا يشملهم ذلك، كابن سلول وغيرهم ممن كانوا قد ماتوا. وهذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته كثيرا، كان يخرج كثيرا في آخر حياته إلى بقيع الغرقد ويدعو لهم.
فهذا محمول على المؤمنين من أهل بقيع الغرقد، وإلا فمدفون مع المؤمنين من المنافقين من هم مدفون، وإلى يومنا هذا يدفن مع المؤمنين من المنافقين من يدفن. أي نعم. ثم كذلك دعاؤه صلى الله عليه وسلم كذلك ليس مصروفا لمطلق أهل بقيع الغرقد على مر الزمان، لأن بعضهم لما الدكتور سيد طنطاوي رحمة الله عليه، نسأل الله أن يرحمه ويغفر له وأن يتجاوز عنهم، لما مات قالوا بس هو دليل النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، هذا إنما قاله صلى الله عليه وسلم للموتى الذين دعا لهم يوم خرج إليهم، فدعا لهؤلاء الذين في بقيع الغرقد الآن، لكن لا يفهم منه أن المقصود عموم بقيع الغرقد، وإن كنا نرجو ذلك ولا يمنع، إن كنا نرجو الله أن يشمل كل أهل بقيع الغرقد من المؤمنين إلى يوم القيامة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. هذا الدعاء من الأدعية الكثيرة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إذا هم زاروا القبور، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. الديار ديار الموتى، ديار الموتى. وفي قوله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، السلام عليكم أهل الديار، إشعار بخصوصية هذه الدار، خلافا لما يفعله الناس في زماننا هذا مما جعلوا به دار القبور تشبه دار الحياة والدنيا من الأبنية المشيدة ونحو ذلك، فأذهبوا عنها العبرة والعظة، نسأل الله العفو والعافية. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وهذا أيضا فيه كذلك إشارة إلى تخصيص الدعاء بالمؤمنين وليس بالمنافقين، فإنه قد يدفن مع المسلمين من يدفن من المنافقين فلا يشمل هذا الدعاء. السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أما المنافقين فلا. قال وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، هذا شيء مكتوب علينا جميعا وسنلحق بكم، أسأل الله لنا ولكم العافية. يدعو الزائر لأهل القبور أسأل الله لنا ولكم العافية، ويبدأ بنفسه كما هي السنة في عامة الدعاء، أن يبدأ الإنسان بنفسه أسأل الله لنا ولكم العافية. والعافية المقصودة هنا هي المعافاة من العقوبة والمعافاة من الإثم والذنب والعقاب. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. السلام عليكم يا أهل القبور، إذا مر قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه وقال، وذكر الدعاء، وهذا فيه أيضا دليل على استحباب فعل ذلك لمن مر بالقبور، أن يقف وأن يتوجه إلى القبور ويدعو لأصحابها، وإن تعذر دعا وهو يمر، كأن يكون يركب سيارة أو نحو ذلك، دعا وهو يمر. نعم. فيقول السلام عليكم يا أهل القبور،
نسأل الله العفو والعافية. انظر، كانوا بالأمس من أهل الدنيا، الآن يقال لهم يا أهل القبور، يا من قبرتم في باطن الأرض وصرتم مقبورين في باطن الأرض، السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، اللهم اغفر لنا ولموتى المسلمين. لا، السلام عليكم يا أهل القبور، سبحان الله العظيم. ولعل بعضهم كان قبلها بلحظات يقال له أو يقال لهم يا أهل القصور، أليس كذلك؟ ويا أهل الدثور الأموال، فهو الآن يقال له يا أهل القبور، سبحان الله العظيم. أين الوجاهات وأين الشرف؟ أين المناصب؟ أين الأموال؟ أين القصور؟ أين الدور؟ أين الزوجات؟ أين العيال؟ الكل قد انصرف عنك ولم يبقى لك إلا دارك. قال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. أنتم سلفنا، والسلف هو ما تقدم، والسلف كل ما تقدم في الزمن. أنتم سلفنا كما قال الله عز وجل عفى الله عما سلف، أي ما سبق وتقدم. أنتم سلفنا، أي أنتم سبقتمونا بالموت، ونحن بالأثر، أي نحن على آثاركم، سنموت كذلك مثل ما أنتم أو مثل ما متتم أنتم، كذلك نحن سنموت. انظر إلى هذا الدعاء أو هذه الأدعية العظيمة التي كثير منا نسأل الله العفو والعافية، ربما لا يعرفها كثير من المسلمين، لا يعرفها، ومن يعرفها ربما يرددها من غير تدبر. كثير منا وإحنا داخلين القبور بنقولها السلام عليكم أهل دار المؤمنين، ورحنا إلينا كده ويلا ومشينا. تخيل أنت تفكر في ذلك وتدبر كده هذا الدعاء وأنت تدخل القبور، ولا سيما إذا قلت لهم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. أنتم الآن في الحفرة، ربما بعض لحظات نكون مثلكم في هذه الحفرة، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك من مظاهر الغفلة ما تراه ظاهرا على بعض الناس، بعضهم يقف أمام القبور يدخن، بل بعضهم في داخل القبور يدخن، بل ربما يرتكب ما هو أسوأ من ذلك وأفحش والعياذ بالله. ولذا كما قال بعض أهل العلم إذا رأيت الرجل يأكل أو يضحك بين القبور فاعلم أنه قاسي القلب. إذا رأيت الرجل يأكل أو يضحك بين القبور فاعلم أنه قاسي القلب، هذه يعني دار تنقص العيشة، تنغص على الإنسان كل شيء، لأنه سيترك كل شيء ويصير إلى هذا التراب، ولا ينفعه أن يتحول هذا التراب إلى جنة إلا العمل الصالح، نسأل الله العفو والعافية. قال باب كراهة تمني الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين. أيضا لما تكلم عن الموت وعن حال أهل القبور ونحو ذلك نبه على هذه المسألة، وهي كراهة تمني الموت بسبب ضر نزل به، لأن هناك من الناس من إذا أصابه ضر ونزلت به محنة أو شدة فتألم منها دعا على نفسه بالموت ودعا وسأل ربه الموت ونحو ذلك، يعني كما ترى من بعض الجهلة مثل هذه الألفاظ، نسأل الله العفو والعافية. قال باب كراهة تمني الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس، أي لا بأس بتمني الموت لخوف الفتنة في الدين، يعني لا مانع من جواز ذلك إذا كان يخشى على نفسه الفتنة في دينه في هذه الحياة الدنيا. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا
وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. إذا كان الحياة ستكون بالشر لا، فليكن الموت أفضل. فتمني الموت عند خشية الفتنة يجوز، أما لضر نزل به، تألم، أصابه شيء مكروه في ماله أو بدنه أو نحو ذلك، فيتمنى الموت كما يفعل بعضهم ينتحر ويقتل نفسه ونحو ذلك، فهذا لا يجوز، فضلا عن كراهة تمني الموت أصلا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. لا يتمنى أحدكم الموت، لماذا تتمنى الموت؟ إما محسنا فلعله يزداد، إن كنت محسنا لا تتمنى أيضا الموت، لماذا؟ فلعلك تزداد من الإحسان، خيركم من طال عمره وحسن عمله. وحديث الرجل الذي سبق الشهيد في حديث طلحة، وذلك لأنه عاش بعده سنة، فهذا يدل على فضل العمر في طاعة الله سبحانه وتعالى. كلما عمر الإنسان كلما كان ذلك من خيره إذا كان في طاعة الله تعالى. ولذلك من إكرام الله لكثير من العلماء أن يجعلهم يعمرون، تجد كثير من العلماء يعمرون، سبحان الله، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، والشيخ ابن عثيمين، والألباني، وأمثال هؤلاء. وكان طبعا في الجيل الأجيال السابقة من السلف كانوا أكثر من ذلك يعمرون، يعني يموت الواحد منهم عند 90 سنة، حاجة و90 سنة. ولربما تجد كثير من أهل الدنيا يموتون في ريعان الشباب، أهل الأموال خصوصا، يعني يموتون في ريعان شبابهم والعياذ بالله، كأنهم كما جاء في الحديث مستريح ومستراح منه، يعني العباد والبلاد تستريح منه والعياذ بالله من شره أحيانا. وأما أهل الخير فإذا أطال الله أعمارهم في الخيرات فهذا من إكرام الله لهم، من إكرام الله لهم. أي نعم. قال: وإما مسيئا فلعله يستعتب. ولو كنت مسيئا لا تتمنى أيضا الموت، لماذا؟ لأنك إذا تمنيت الموت فمت على الإساءة، لكن الأفضل في حقك أن تتمنى البقاء لأجل أن تستعتب، يعني تستدرك ما فاتك، وتجعل لك من الأعمال الصالحة ما يفوت عليك أو ما يفوت عنك العتاب والسؤال يوم القيامة. نعم. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. لماذا تتمنى الموت؟ أنت إذا مت انقطع العمل، طب لماذا؟ الأفضل لك طول العمر في طاعة الله، في طاعة الله. لذلك الأفضل في الدعاء للإنسان بطول العمر أن تدعو له بطول العمر وحسن العمل، بخلاف ما يطلقه الناس يقولون طول الله عمرك ويسكته، لا، يقول طول الله عمرك في الخير، أو أطال الله عمرك في الخير، أو أطال الله عمرك وأحسن عملك، أو بارك الله لك في عمرك ونحو ذلك. وإلا فالأعمار إن لم تكن في طاعة الله فالموت أفضل، فالموت أفضل. قال: وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. المؤمن الصالح عمره كل ما يطول كل ما بيزداد في الخير، يعني على سبيل المثال لو ازداد المؤمن شهر، طيب في 5 صلوات كل صلاة فيها كم سجدة مثلا، في كم يعني سنة صلاها مع هذه الصلوات، في كم تسبيحة سبحها، ولا ربما تصدق، ولا ربما قال خيرا، يبقى كل هذا في ميزان حسناته. أي نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يرجع الأمر إلى الله: أنا تركت لك الأمر، إن كان في الحياة خيرا لي أحيني، إن كان في الوفاة خير لي توفني، تركت لك أنت الأمر. قال: وعن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب بن الأرت رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى 7 كيات، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. يعني إن أصحابنا، يقصد أصحابه رضي الله عنه، سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، يعني لم تؤثر فيهم الدنيا، وهذا من عظيم ورعه وخوفه رضي الله عنه، إنه مضوا ولم تفتنهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. يعني أصبنا من أمور الدنيا وشهواتها وزينات الدنيا ما لا قيمة له، ما لا قيمة له، لكنه كان سببا في فتنتنا. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى ويبني حائطا له، يعني شفي والحمد لله، ويبني حائطا، جدار بتاع بستان يعني، فقال: إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب، إلا في شيء لا ينفعه في الآخرة، يعني يتركه في هذه الدنيا في هذا التراب. كل شيء يؤجر به المسلم إذا كان ينفعه في الآخرة، إلا ما يتركه هنا في هذه الحياة الدنيا ولا ينفعه في الآخرة. الشاهد من الحديث قوله: ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. إذن فكراهة تمني الموت لأجل أن المؤمن الأفضل له أن يطول عمره مع إحسان عمله، لكن إذا خشي الفتنة جاز له ذلك. ولذا فالعلماء يذكرون مواضع يجوز معها تمني الموت، ذكر منها النووي هنا موضعا أشار إليه في التبويب، وهو خشية الفتنة في الدين، خشية الفتنة في الدين، فهذا موضع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل يقول: يا ليتني مكان صاحب القبر، ليس له من البلاء، أو ليس به الفتنة، أو ليس به البلاء إلا الفتنة في الدين، أو كلمة نحوه، يعني ليس به بلاء إلا أنه يخاف أن يفتن في دينه، ولذلك يتمنى الموت. فقال العلماء: يجوز أن يتمنى الإنسان الموت إن خاف أن يفتن في دينه. ومنه قول البتول عليه السلام: مريم قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، أنها خافت أن يكون هذا فيه فتنة لها في دينها. ومن المواضع أيضا التي يجوز معها تمني الموت الشهادة في سبيل الله، الشهادة في سبيل الله، فيجوز للمسلم بل يستحب له أن يتمنى أن يموت في سبيل الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. ففيه الترغيب في أن يسأل الله أن يموت، ولكن في سبيل الله في الجهاد. ومن المواضع أيضا الجائزة في ذلك عظيم الشوق إلى الجنة وما أعد الله في الآخرة، إن عظم شوقه إلى ما عند الله وزهد في دنياه واشتاق إلى ما عند ربه جاز له كذلك، وهذا كحال يوسف عليه السلام، فإنه لما آتاه الله الملك
وجمع له شمله وأتم له أمره واجتمع له كل شيء من أمر الدنيا. قال ربي قد آتيتني، قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فدعا الله أن يتوفاه، وهذا لعظيم شوقه لما عند الله سبحانه وتعالى. فإن الله لما جمع له شمله ومكن له من أمر الدنيا كلها، صار هو الإنسان الأول في الدنيا، صار ملكا وصار ممكنا، وجمع الله له شمله بأهله، وصار ممن له السلطان والكلمة والغنى والملك وكل شيء، اشتاق لما عند ربه سبحانه وتعالى. ولذا فهذا من المواضع التي يجوز معها تمني الموت. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم في الأمور كلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.